لتحضير كبسة لحم مع التمر الهندي إحنا بحاجة إلى كيلو لحم بعظمه أو يكون رأس عصفور. أنا رح أستخدم رأس عصفور صراحة اليوم. 3 كوب أرز بسمتي منقوع مغسول مصفى، مرق لحم بعد ما سلقنا اللحمة، ورق غار لتعطير المرق وكمان للطبخة، بدنا لومي أسود مجفف، عيدان قرفة، هيل حب، هيل مطحون، كبسة بهار، كبسة مطحون من إسناد، ملح وفلفل من الكسيح. بدنا كمان معلقتين كبار من الكاتشب، هي أول تريك. ثاني تريك، نزلنا عيار معجون الطماطم، أخذنا بس إشي خفيف، معلقة كبيرة، ومعلقة كبيرة تمر هندي لكل 3 كوب أو كيلو من الأرز البسمتي، معلقة صغيرة من السكر عشان أسحب الحموضة، نص كوب من عصير البندورة عشان نظبط اللون، فلفل رومي ألوان مقطع براحتك، بتحب تحطي أو ما تحطي، قليل كتير براحتك اللي أنت بتشوفيه مناسب، بالإضافة للزيت النباتي والبصل المفروم والثوم المهروس الفريش. إذن إحنا ما بعدنا كتير، في ناس بحطوا الفلفل الرومي بالكبسات، في ناس ما بحطوا فلفل رومي بس بحطوا جزر مبروش، في ناس بحطوا مثلا زبيب، في ناس بيعتمدوا فقط على البهارات واللي هي لون الصوص البندورة. هذا إشي برجع لك، الأرقام عم تظهر أمامكم بأسفل الشاشة، أهلا وسهلا فيكم وما تترددوا بأي طلب، إحنا معاكم أكيد بأي وقت. رح نستخدم شوية زيت نباتي. هلأ إحنا بدنا نجهز للحمسة أو اللي هي خلطة الكبسة. إجمالا المطابخ الخليجية واليمنية، الخليجية عامة، إحنا بنقول بحرين، كويت، السعودية، دبي إلى آخره، كل المطابخ الخليجية أشهر إشي فيها طبخ الأرزاز أو طبخ الرز. في شارع بالسعودية بس تمشي فيه، كل ما بتمشي شوي بتشمي ريحة مختلفة، وفعلا هذا الشارع بضل يسحبك ما بتقدر تطلع منه، كل ما بتشتهي لقمة بتروحي عليه، لأنه في عندهم نسبة كبيرة من الطباخين اليمنية، زائد أنه المطبخ اليمني غني جدا بالبهارات. إذا إحنا رجعنا عند نقطة الأساس اللي هي البهار، فإذا أنت طبختك ده تكون صح بدك تجيبي اللي هي البهار يكون صح. أنا اليوم رح أستخدم أبازير اللي هي رز الكبسة من إسناد. بهار الكبسة من إسناد هو بهار سعودي، تمام، سعودي الأصل، يوزع في كل المنطقة الشرقية والشرق الأوسط. في الأردن ما كان موجود، هلأ صار متوفر بكل الأسواق. في عندهم كمان اللي هي خلطة، هلأ بشوف لكم إياها، هي بتيجي بكياس، اللي هي خلطة كبسة معجون زي معجون البندورة، بس بتحطيها على الرز ومعلقة من البهار وملح وفلفل وبس، وبدون خضار، نكهتها رهيبة جدا. هلأ أنا وياكم بدنا نروح نحضر للخلطة، بالإضافة طبعا زي ما أنتم شايفين اللي في عندهم اللي هي الباكيتات الكرتون اللي هي البهارات بحجم أكبر شوي. بصل، أكيد بدنا نعمل تشويح على البصل بشكل سريع، بتقطعيه سلايس جوانح زي ما بدك، وبتعمليه كيوبس هيك مفروم ناعم برضو كمان بصير عشان ما ياخد لون زي ما اتفقنا دائما، ويدبل معاي ويعطيني كل السوائل اللي موجودة في البصل. أكيد بدنا نروح ناخد شوية ملح من الكسيح، إشي بسيط، إحنا رح نضبط الملح، ولكن بالأول وبالآخر هاي بس عشان البصل. بلش البصل معاي يدبل، رح نروح نحط التوم الفريش المهروس، أزكى الطبخات وأفيدها اللي بيكون فيها الفريش، بصل، كرافس، زعتر، نعناع، توم، يعني لما بيكون فريش سبحان الله طعمه الفائد غير تماما. اذا ثوم وبصل، قبل ما احط الفلفل الرومي لانه الفلفل الرومي رح ينزل سوائل كتير، فيتامين سي، سوائل كتير، فهذا الاشي رح يضيع لي شوي تحميصه البهارات، فانا بعد البصل والثوم رح احط تحميصه بهارات اللي هي عباره عن عيدان قرفه، اللومي المجفف الاسود أو اللايم اللي هي حبة الليمون الأشقر، راح نحط كمان شوية ورق غار أو ورق لورا، وفي ناس بيحكوا لها ورقة سيد ناموسة هيك اسمها، راح نحط هيل حب، هذا كله إحنا لسه وين بالمجفف عم نشتغل. هلأ أنا بحمصهم، خلي جسمك دائما بعيد بزاوية قائمة، زاوية 90، لأنه البهار المجفف لما بتحمص بينزل السوائل العطرية، فبتلاقيه عم يفقع، فممكن يجي على وشك، ممكن يجي على إيدك، فدايما جسمك يكون زاوية قائمة، أي إشي بتطبخيه بتكوني أنت هيك بتحمي جسمك بشكل عام، تمام؟ بلشت تطلع معاي ريحة القرفة، بهدي النار ورح نروح نجيب البهار الناعم. إذا برضو كمان غير إنه يكون البهار صح أو ممتاز كنوعية، مهم إنك تحمصي البهار. الجدات بالثمانات
كانوا تلاقيهم يحطوا اللي هي زي الصاجية بس لتحميص البهارات والطحن والتجهيز والتغليف والتعليم والتخزين. فما هذا الإشي يعني مش إشي هيك موجود بدون سبب، لا، التحميص بيعطي طعم صراحة مختلف تماما عن الوضع الطبيعي. حطينا هاي الحب، كمان رح أدعمها بشوية هاي المطحون، وبدي أحط هلأ اللي هي الكبسة. بهار الكبسة من إسناد بكفي وبيوفي وبيعطيك الشغل المطلوب. يعني ممكن أنت تجيبي اللي هي البهارات الخشنة والبهارات الناعمة فقط. يعني أنا جربت بدون ما أضيف أي إشي، صراحة النكهة مضبوطة 100%. فلفل أسود من الكسيح، صبح على الكسيح ومنتجاتهم، الله يعطيهم ألف عافية يا رب ودائما إلى الأمام. أنا ناقعة كاستن روز، إذن أنا بدي نص معلقة كبيرة ملح. يلا، نص معلقة كبيرة ملح، عيار الرز. تمام. هلأ بدنا نحمص هاي البهارات. إذن إحنا عم نحكي عن شغل واضح. هلأ تبلش البهارات تطلع ريحتها بشكل قوي، عشان هيك هديت النار. أنا ما بدي أحرقها، بدي أحمص. نحمص هيل وبهار الكبسة من إسناد، ملح وفلفل، والبهارات الخشنة مع البصل والثوم، عشان أنا أحصل على حمسة أو على خلطة تعطيني طعم صح. بعدين اللي رح نعمله هلأ، أنا في عندي عصير بندورة، وفي عندي رب بندورة، وفي عندي كاتشب، وفي عندي تمر هندي، تمام الكلام، وسكر. السكر أي إشي إيدام أو أي إشي سائل فيه أحمر أو صوصات، دائما السكر المعلقة بتعمل هيك بالانس، بتعادل لك النكهات، تسحب الحموضة. فاللي عنده قرحة، وجع بالمعدة، القولون، وإحنا منكم، السكر هو الحل، بيحلي ما بيحلي أبدا. فاللي رح يصير، معلقة تمر هندي، أنا عاملة كبسة، عاملة رز، فما بزبط أكتر، حيمرمر. معلقة واحدة، هاي المعلقة رح تقلب كيان الكبسة. بعدين كاتشب، واحد، اثنين. بعدين معجون طماطم، واحد. إذا أنا أخذت لون بدون ما أطبخ الرز برب بندورة بالعربي، يعني هيك بكل بساطة. أنا ما بدي أطبخ بندورة، أنا بدي أطبخ كبسة. بعدين السكر معلقة صغيرة، هي السر بس. تمام. رح نجيب عصير البندورة السائل، أنا بجيب معلب صراحة لأنه هلأ حمرة مستوية بالسوق، مش دايما بلاقي إشي فش القلب، فبجيب المعلبة نوعية كتير منيح. وبعدها رح نحركهم مع بعض. قبل ما أحطها بدي أنزل الفلفل الرومي، عندي أصفر وأحمر وأخضر، والكبسة بتتحمل الثلاث ألوان وبتحبهم. عن نفسي أنا ببيتي بحط بس جزر صراحة، بس هاي مع التمر الهندي مع الفليفلات رهيبة. هلأ الفليفلة رح تعطيكي سوائل، كل السوائل اللي فيها، مشان هيك أنا حطيتها في آخر الطريق، لأني أنا ما بديها تنزل سوائل، بديها تضل مبينة بطبختي. لما أنا أسكب الطبخة يكون معاي الفليفلة مبينة. حبيت تختصريها ما بدك، حبيت تزيدي براحتك. تمام. إذا أنا بس تشويحة مع البهارات إشي بسيط. شايفين إذا مبينة معكم الدخنة اللي عم تطلع، هاي دخنة البهار. إذا البهار معاي تحمص، شوفي كيف طنجرة صارت فاضية من جوا. شايفي كيف بسرعة تبهرت الفليفلة، خلص سحبت كل النكهة. هلأ بدي أنزل عليها كاتشب، رب بندورة، تمر هندي، عصير بندورة، والسكر، صح؟ هاي هلأ بدي أعلي الغاز كمان مرة من أول وجديد. طب هلأ البري اللي محطوط، يعني هذا أنا ليش أخسره؟ ما رح أخسره. رح ناخد شوي من مرق اللحم ونحطه بهالبري اللي إحنا جهزنا فيه الصوص. ها، وما بكون أنا أتلفت ولا إشي من أمور الطبخ، بحرك يمين وشمال. شايفة أخذت مرقة وأخذت الصوص ونزل عندي البريق فاضي مجلي جاهز،
بس بده يروح على الجلي، وهيك نكون احنا كمان حافظنا على كل نقطة وكل ذرة في المطبخ. هلا هون درجة حرارة الغاز عالية، لو شوفي انت الصوص عندك قديش، اللي بشوف كمية الصوص هاي واللون بتوقع نوعا ما انك انت حاطة نص، وخليني احكي 3-4 معالق كبار ربع ندورة. الكبسة هي بهار الخضار بأنواع حسب اللي بدك إياه، زائد الإشي الثاني اللي هي اللون صح بس بدون ما تحط ربع ندورة. أنا بعرف ست عشان زوجها عنده قرحة ألف سلامة عليه ما بيأكل بندورة، بس هم بيحبوا الكبسة، فبتلون الرز ملون أكل لون طعام، فما إلها دخل بالكبسة نهائيا. فلما أعطتها هاي الخلطة صراحة للكبسات كتير انبسطت كتير. هلأ شو بدنا نسوي؟ بدنا نجيب اللحمة راس عصفور، أنت حرة بتجيبيها خروف بتجيبيها عجل، أنا جايبتها روست بيف أفريقي، هذا موجود بالسوق مش رخيص، بس اللحمة نيفيا يعني طرية كتير ما بتاخد وقت نهائيا بالشغل. شوفي راس عصفور، قولي له كبر لي إياها شوية الحجم الحبة عشان تكون واضحة معاي. إذا الكبسة بتمشي بدون جاج وبدون لحمة، ممكن أنا يا ست عند اللزوم، أنا بعرف ست مرة شفت عندها عملتها بلحمة مفرومة، هذا إشي مش عيب، هذه حسن إدارة. رح نجيب مصفاي ناعمة، بسم الله، ونصفي المرقة على هالخلطة. شفتي قديش الفلفلة ما أخذت معي دقيقة، مشان هيك رح تضل مبينة معاي بطبختي ومشخصة وأمورها بالسليم. بسم الله، طبعا بتسلق اللحمة مع باقي عطرية، حطينا لها شوية بصل، حطينا لها ورق هيل، يعني ورق غار هيل مثلا اللي بدك إياه. رح أنزل اللحمة كله، رح نطبخه في نفس الطنجرة، رح ننزل اللحمة على الخلطة عشان بدي أنا اللحمة تاخد البهار مش تضل لحالها بدون نكهة. شايفة كتير كتير سهلة وسريعة، وهلأ بتشوفي كيف بيطلع الرز لونه خمس نجوم. التمر الهندي دايما هيك زرقي لك معلقة صغيرة، ولا حدا بيقدر يتوقع انك انت حاطة تمر هندي، بصراحة كتير رهيب بالكبسة. شايفة؟ طيب زاد عندي مرقة، زاد عندي مرقة أكتر من هيك مثلا، وما بدي أخسرها مرقة لحمة، وأنا جايبة لحمة ممتازة ومنيحة، ليش أخسرها؟ ولا بنخسرها ولا إشي. صفيها مرتين، بتصفي مرقة اللحمة وجهين، بعد ما تصفيها بتخليها تبرد على الآخر لما تصير متلجة وتعمل طبقة الدهن من فوق، بتصفيها بتحطيها بأكياس التفريز أو بأناني وبتحطيها بالفريزر. بيبقى عندك يوم طبخة نهاية شهر ما فيش راتب، يعني عندنا هاي الأمور ومش عيب أبدا. طبعا أي إشي بزيد عندك، مرق سمك لحم دجاج، بيجي يوم بتحتاجيه، بيجي يوم بنقص عليكي، بيجي يوم بدي أطبخ بس لسه ما قبض الرجال، وهكذا. فبالطول المرأة بتطبخي طبختك، ومش ضروري يكون دجاج ولحمة مثلا. فهلأ هون أنا حطيت اللحمة، لحمة مستوية ومسلوقة، بدي أرفع الفلفل الرومي أورجيكي كيف معاي سحبنا السوائل، بس كمان طلع كيف واضح معاي ومبين. وهذا الإشي نفس الوقت مش نين، كيف دايما شوحي آخر الطريق، لا تحطي من أول الطريق بنزل دبلان وبنزل مي على الطبخة وبيخرب الدنيا. هلأ أنا هون رح أخليها تغلي غلو، وبعدين رح أنزل الرز. الرز أي رز بسمتي أنت بتحبيه في البيت، أهم إشي أنك تحطي مي فاترة مش مغلية، المغلية بتكسر الرز حتى لو كان أجود أنواع الأرز وأغلى. فدائما طريقة التعامل مع أي نوع من أنواع المنتجات مهم، فأنت بتحطي مي فاترة ربع ساعة بكفي، مي فاترة، إذا عندك مي مغلية حطي مي مغلية واكسري المي بمي باردة. شوفي كيف حبة الرز بتضل معاكي واضحة بيضة ما فيها كسر، يعني طلعي بتحسي إنه غير شكل. فدايما انقعيه بماء فاتر، وبعد المي الفاترة مباشرة بتغسلي وبتصفي. صباح الخير يا محمد. يسعد صباح، كيف حالك؟ هلا أهلا وسهلا وميت مرحبا. أنا أمانة الله مفتخر فيكي وفي كل الكادر اللي أنت فيه، بكفي إنك أنت أخلاقك عالية ومؤدبة وبتجاوب لكل المستمعين، وأنا بحييك كل التحية أنا وبيتي أمانة. الله يسعدك، شرواكم يا سيدي، تلاميذكم ينور عليك ويستر بنا وآخر أنت وكل الزملاء، وشكرا لك، ما بدي ولا شيء بك. يطول عمرك ويسعدك يا رب، كل الزملاء والله إنك نوارة بنت نور كمان. الله يسعدك ويطول عمرك وتسلمي لنا على الأهل يا محمد. الله يرضى عليك وينور عليك، الله يستر بنا وآخر أنت وزملاء جميع. حياك الله، هلا بيك.
طبعا انا عندي اللحمه بما انها استوت على الاخر فانا حطيتها بس تاخذ غلو تاخذ النكهات. هلا في حال انه انت سلقتي اللحمه نص استوى بدك اياها تكمل هون بصير، بس بدك تطولي بالك عليها لما تستوي تماما. بعد ما تستوي تماما اكيد بدنا ننزل عليها الارز. هلا هون انا قديش عيار الرز؟ مثلا كاستين عيار الرز، اما بتحطيه مع الصوص واما بتحطيه مع الرز، بس انا لاني راح اطبخهم مع بعض حطيتها هون. تمام، راح ننزل الرز ونشوف اذا المرق كتير ولا قليل وكيف راح نتصرف. طب المرقه كلها بهارات وكلها خضره، اذا طلعت كتير انا كيف ادبر حالي في هالطبخه هاي؟ اذا طلعت المرقه قليله بتزيدي مرقه، خلصت المرقه، اذا خلصت المرقه عندك الامور طبيعيه، بتحطي مي مغليه بتزيدي على طرف الطنجره. هلا هون المي عندي مش كتيره كتيره كتيره، كيف رح نتصرف؟ خلينا نروح على الكرك ناخذ اتصال ونرجع نحكي مع بعض. صباح الخير. الو، مرحبا، كيفك؟ اهلا وسهلا وميت مرحبا، شو اخبارك؟ انا منيحه، مشتاقيت لك. بتعلى معي؟ نعم، شف علا معك شخصيا. قولي أمر. أول شيء أنت مبدعة ويا أحلى شف يعني منشوفه منشاهده حبيبتي، دائما يعني بشوفك على الفيسبوك بس، وببعث لك يعني دائما يعني على الماسنجر على الفيسبوك. نعم، بس بدي بالله إذا أقدر بدي رقمك أقدر أحكي معك إن شاء الله. هلأ الزملاء تحت الهواء بيعطوكي، وأهلا وسهلا فيك ست الكل، وتحياتنا لكل أهل الكرك الأبية. طلعت المرأة معاي زيادة، بس ممكن أنا لما أفلفل الرز ألاقي حبة الرز لسه واقفة أو لسه بدها استوى، فأنا ما بزيد مي مغلية، ما أنا عندي مرأة فيها بهار وفيها خلطة، ليه أخسرها؟ دايما خلي جنبك بولة جانبية وبتجيبي كفكير الشوربة وبتضغطي على الرز من أسفل، يعني ما بروح بشيل هيك مثلا، ما بروح هيك، لا، نخليها بطنجرة بشكل مستوي وبعدين من الأعلى نضغط على الرز، شايفة؟ وبنسحب. هاي المرأة لو ضلت واحتجتي رح تلاقيها بتستناكي، فما تتلفيها إلا لما تخلصي طبختك، وهيك بيكون طبق الكبسة جاهز. هلأ في حال برضو كمان ترك فرصة إنه نحكي، في حال إنه ضيوفك بدهم يتأخروا أو ابنك بنتك زوجك رح يتأخر بالترويحة، أزمة بالطريق إلى آخره، وما بدك اللي هي الطبخة تبرد، حطي الطنجرة تتكمل الفلفل بالفرن وخلي درجة حرارة الفرن على 180 كأنك قاعدة بتعملي قالب كيك. خلي الرز اتركيه بالفرن تمام على 180 وحط الطنجرة، إذا إيديها معدن بتفوت، لا تنسي إيديها بلاش ينحرقوا، إما بتغطيهم بكذا طبقة من القصدير وإما بتفك الإيدين وبس تخلصي طبختك بترجعيهم، يعني مش عيب صراحة، أنا عملتها كتير. شوفي أنا هلأ حركت الرز صح؟ بعد ما الرز بلش يغلي سحب شوي من السائل فنقصت المي. هلأ بدل ما أروح أنا أحوس بالمية وما ألاقيش إشي يدعم طبختي، نفس المرأة اللي قمتها برجع بزود منها، لأنه الرز أخذ مكانه بالطنجرة، أخذ غلو، فتحت معي حبة الرز. يعني بالأول وبالآخر هي طبخة كبسة مش اختراع، ولكن بعض التركات هي اللي بتغير النتيجة النهائية وإلى آخره. خلينا نشوف كيف بدها تطلع الكبسة من الفرن، ونرجع نصبح كمان على منتجات الجمل. منتجات الجمل سواء سميد أو طحين هي منتجات صراحة يعني أنا بعتبرها علامة فارقة بتاريخ المنتجات الغذائية الأردنية. من زمان 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 موجودة بالسوق، ومن زمان كتير كمان بتم تصديرها للخارج، فمشان هيك قلت لك أنا كملتها بالفرن لأنه إحنا عندنا هواء فما بدي الطبخة تبرد مشان المشاهد يشوفها صح، فكملتها بالفرن. شوفي طبخة الرز ريحة البهار قوية جدا، بس ما في مغالاة بالنكهات، حبة رز مفلفلة، عادة الكبسة بطلع الرز أحيانا مش مع الكل الرز ملزق ببعضه لأنه صوص البندورة نوعا ما بخلي الرز البسمتي يعلق ببعضه، فإذا ما كان مضبوط صح ممكن إنه يغلبك. يلا رح نجيب طبق التقديم ونجهز طبختنا نقدمها، وهيك نبوش الأشياء ونرجع أنا وياكم نقدمها زي ما تعودتوا علينا مع شوية ديكور بسيط من نفس ثيم الطبق. رح نطلع فاصل كتير قصير، راجعين خليكم معنا.